التعامل مع الأزمة، مش مع الأزمة دي بس، لا ده بالعكس مع كل الأزمات اللي حصلت في تاريخ المعهد. الإدارة دايماً بتراهن على نظام المعهد في كسر إرادة الطلاب قبل ما تفكر إزاي تحل مشاكلهم، بمعنى إن الطلاب هيمشوا في خط سير عملية تعليمية جوه المعهد، واحدة واحدة صوت الاحتجاجات هيقل، ومش هيبقى في الآخر غير قلة قليلة هتلاقي نفسها قدام أمر واقع وهتضطر إنها تقبل بيه. لكن الأزمة المرة دي ليها وضع مختلف، لأن إحنا مش بنطالب بمطالب خدمية، ومش بنطالب إن الدكتور الفلاني يمشي أو الدكتور الفلاني يقعد، ولو إن ده حقنا، ده حقكم حتى لو طلبتوا كده، لكن إحنا المرة دي بنطالب بتصحيح وضع وحل أزمة الإدارة تسببت فيها من ألف الياء. ولما بنتكلم عن الإدارة ما أقصدش الإدارة الحالية ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، كلهم واحد، كلهم واحد في الموقع ده، وكلهم مسؤولين قدامنا عن اللي بيتم. لكن في الحقيقة تعامل الإدارة مع الموقف الحالي كان تعامل مخزي، بداية من شهر يونيو اللي فات لما الوزارة طلبت بتعديل بتطبيق بنود اللائحة بحذافيرها. الإدارة لم تتحرك إلا بعد ضغط الطلاب، لما الطلاب حطوا قدام الأمر الواقع اضطروا إن هما يقعدوا على مائدة التفاوض وحضور ممثلين الطلاب من اتحاد الطلبة والحركة الطلابية. ولما الوزارة خرجت عن العهود اللي قطعتها على نفسها، الإدارة لم تحرك ساكنة، وكالعادة يعني اتخذت الطريقة المتبعة في الموقف ده إنها تدينا المسكنات وبعض القرارات اللي احنا زي الورق اللي صدر الامبارح، اللي احنا مش عارفين ايه مدى صحه القرارات دي. يعني مثلا القرارات انا بشكر طبعا السيد العميد على انه حاول يطلع قراراتي، لكن احنا اللي بنتكلم فيه ان ده مش وضع عميد هيقعد او وضع عميد هيمشي. احنا مشكلتنا مع الوزاره وسياده العميد عارف كده، يعني المشكله مش في ان هيجي عميد جديد هياخد القرارات ديت، لا المشكله الوزاره فعلا هتوافق على القرارات دي ولا لا. احنا عايزين طبعا الكلام ده يتطبق، لكن منين السيد العميد يضمن بعد تطبيق الكلام ده ان ما تجيش الوزاره تقول لنا ماليش دعوه وانا طالبت بتطبيق بنود اللائحه كامله. اما عن سمعه المعهد فاحنا مش محتاجين نتكلم كتير عن الموضوع ده، المعهد كان سمعته احنا عارفين ان سمعه المعهد كويسه وكلنا داخلين على السمعه دي، لكن بسبب المشاكل الحاليه سمعه المعهد ابتدت تتدهور، وبقى في كلام كتير في السنوات الاخيره وتهديدات صريحه ان المعهد سمعت